أنا الطفلة ليان، عمري 14 سنة. كنت وشقيقاتي نائمات في المنزل، فسقط أول صاروخ على منزلنا مما أدى إلى تقطيع ساقي، أما الصاروخ الثاني فأدى إلى تطاير جسدي عند الجيران. عندما فقت من الغيبوبة وجدت نفسي في المستشفى. أنا أحب المدرسة، كان حلمي أن أصبح معلمة، الآن أمنيتي أن أعود كما كنت، أسير على قدمي وأحقق أحلامي. من حقنا العيش بكرامة وأمان.